dugsiga boarding ee maalinlaha ah ee Amaano Amaano Boarding and Day School. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غريتري وحويا صباح وعن أو ونكسن ومع العمر أو إذن الله صباح ونكسن وعشرة ذني أونلاين كاها ترسيقي مركز صدحات ويا إن شاء الله تعالى غريت 6 غريت 3 هينو دقانينا عشركي وحينو دقان دونا إن شاء الله تعالى صدحية تمناد وحينو كالدنا موضوع حينو كالدنا وعلي إيوه الأعمى علي إيوه نيكي اندول كاها ويان إن شاء الله أوكي وعاشر كيسة دحية سمرات علي والأعمى وعلي إيوه اندوله وي علي إيوه نيكي اندهلا استيقظ علي علي ووكعي علي استيقظ علي علي ووكعي كعادته سيديسي عادي قاحد أما سيدي عادة واحد جوكت دو واحد مبكرا صبح هوري مبكرا واحد إلى صبح هوري لصلاة الفجر وحوك عاي صلاة الصبح ودكت هاي قف مسلم هادات هاي وحويا وإن وحا أهر رياد صبح يوك عضاي وحو نقونا يا شقال أهر رياد قبط هاي صلاة الصبح وأدكتين نقونيسا وحا أهر رياد صبح قبطم حين نقونيسا لحالة واتسيحتي waa soo toostay shaqada oo horeysa ee aad qabaneysay waa maxay waa salaada subax inaad tukatid weeyaan maxay yeelay de muslim baad tahay marka waa inaad wax weyn salaad subax tukatid haye dhahaba ila masjid guriga kuma tukan waa cali waa nin weey marka inamadu waa inay tagaan masajidka habluhuna waa inay ku tukadaan guriga marka wuxuu tagay dhahaba wuxuu tagay ila masjid مساجد كايو تغي ذهب وحو تغي ذهب وحو تغي الى المسجد حقو تغي مساجد كايو تغي وصلى وتكدي وصلى وتكدي مع الجماعه جماعتي ايو لتكدي جماعتي ايو لتكدي وايه وصلى مع الجماعه جماعتي ايو لتكدي المهمه ده لو تغي مساجد كا waxa weeyaan masajidka iska tagtid kaliya oo iska soo tukatid ma muhiimada loo tagayo jamaacada masajidka la aadamayo dadka jamaacaya loo yiriya dadka raga khaasna ayaa loo yiriya waa in dadku yimaadaan dhamaan raga wixii marka awoodi kara in cudurdaar haysan waa in masajidka yimaadaan kadibna waa in salaadii halka ay ku tukadaan in jamaacana ay ku wada tukadaan nimba kaliya aanu tukanin thumma inta kadib aada wuxuu u soo noqday ila albayt guriga ayuu ku soo noqday thumma inta kadib aada wuxuu ku soo noqday ila albayt guriga liyatana wala si uu u cuno alfutur quraacda weeye alfutur waa maxay waa quraacda maca afraad alusrati faamilkiisa si uu la quraacdo ayuu dib ugu soo noqday waayahay en thumma kharaja thumma adada rakid carabiga waa inta kadib markuu cuntadii cunay kadib kharaja waxa uu baxay خرج وحو بحي وحو كبحي من البيت غرغا يو كبحي خرج وحو كبحي من البيت غرغا حقو بحي لكن الى المدرسه وارضي وي ما هدي ان ساقد ما انت عنتد عنو بلا سوق غلي ما الى المدرسه تبوتك وارضي وناكسن ما شاء الله وفي طريقه جدك انت وسعدي لقي رجلا نبو لا كلمي انت جدك كسي سعدي وسي سعدي يعني مدرسه وكسي سعدي وحو لا كلمي نبو لا كلمي أعمى نن عينك نن أعمى حب أنا أركيني أي أيوة لكم مي واجهي يقف تاجا على جانب الطريق وضد غير كذا على جانب الطريق ما هي جانب ووضد غير كذا أي اللي هذا وضد غير كذا أي اللي هذا الطريق أذكر نفسه ودار بينهما هذا الحوار ودار بينهما هذا الحوار حوار كان أيام مركز الأحمري مركز جانب الطريق هذي أنا كنت جانب الطريق هاتي عمك تصو طريقي هايوي واكن اوكي نيكي مركا وحو تاغن يهي هالكن و تاغن يهي وحو ربا وضادن انو قدبو هايو ربا هالكن قواري دي با مريس قواري دي ايا ساو سعوتا ودوك تاهي وضاد وحوي فيري جامو ويان ان عالي با مركا هالكن كسو بحي مدرسة دي سي سكول كيسي هالكا سيكو يالين
حقاس وصعدة هل كان حوك راكل مي الأعمى الأعمى ويه هل كان مها مريا علي با مريا علي با مريا هل كان مها مهي المدرسة فلا توفرش علي مركا حافظي بك صوب حي وحكوسي صعدة مدرسة أيوك صعدة وحا لكن هل كان دحت تاقن لا مدقير كده تاقن رجل أعمى الأعمى وما هي الذي لا يبصر شيئا الذي لا يرى شيئا وقفك أو أحباركين مركز وحرقاسي أما هكو هكي مادو أركت لعنتاسي أما هكتي مادو يعني تو إلهي سبحانه وتعالى أسباب له أما تو بدون سببة وقفك كل شبه رجلا أعمى بلنا قفك أو أحباركي كرهين وحالي لذا رجل أعمى امرأة أعمى بنت أعمى عندها إلهي سبحانه وتعالى و وحيابها أقول لك سن إلهي سبحانه وتعالى وإن السيء نعموينك ووين إلهي ونسيء لحياتك هنا خاصة أي كمتها لحياتك وحيابها أقول لك أي كمتها سيدة درتاد عندها إنان إلال نوي تدك عندها لا أما أرق كويري هاي وإنان نحرس نويا وإنان عاوي نويا وإنان وحلقب نويا وإنان سودوي نويا وإنان مركا إنغا أوين رقبنا سوى هدوين دلائي هاي وولالكا وأذكرك وأبتكر وهو يده يعني دمان وحويا ولا لا حويا مركا وإن أعويسد ملكستا وأذ مريسو ملكستا وأذ جوكتو شقة كستا أو كهيستا وإن أذكر تبرت هذا عويسو قفكان أو حبارك حين إن شاء الله تعالى عشر كاس وعشر آد يآد ومهمة تصين يا أرض جونكسن يعني وحويا إن ما رأيتي احترام كله إنديه سوى حويان أبل كوضا سمينة ويان إن شاء الله تعالى مركة عشر كاني وعشر آدي آذرون هاتي أمهيمة وإن دون إنو إن أينو إنوكو إن مركة هاس وحويان كودا قانو استيقظة مركة استيقظة ومحي كلماتك يعني عصب مهمك استيقظة استيقظة وما حيك المدن وصبح معناها مركي القف ويسوي هردة وكعية وحلو استعمالها استيقظة استيقظة وهردي وكعية حلو رنيا إنجليش ويك أبالي رسومة عربي كانوا حلو استيقظة استيقظة واي مبكرا مبكرا ومهم رياضا فهمتان مبكرا مبكرا وما حي و early morning مبكرا early morning صباحا هوري مبكرا وصباحا هوري اوكي لصلاة الفجر سبب توك عينا صباحا هوري وما هي لسبب صلاة الفجر صلاة الصبح يدوني انو سو تكدو صلاة الصبح يدوني انو ها سو تكدو واي ان حاجه نسي قدبو لي تناول يا الفطور تناول يا واحد اسمه ده تناول تنا تناول يا محا اسمه ده اكل وعني ويان عني تانك ايا حليله تناول ايو اكل ايا ليله ده اوكي الفطور نوام حي ومهم الفطور الفطور فطور فطور محلي هذا بريكفاست قرع محلي هذا قرع الفطور ليتناول الفطور سي قرع دعون اريد ان اتناول الفطور اوكي ان شاء الله تعالى وحمر كان كدرينا معاني الكلمات معاني الكلمات كعشر كايات تتميذي سياي إنو مرسا إن شاء الله سؤالها مركا وحاس دوام مرسان السويديني علي أعمى علي باوحو لهي ماذا بك أيها الشيخ محاكو قول عي شيخو
حكوا له عذره وأظن ليه لاموكت نهلا عمولك ألا عم بقول أنا أين أنا يا بني حقين شو جا هنا كييجوا حقين شو جا إيش أقبل علي بقول له أنت على جانب الطريق الرئيسي هاي ويجي أما جد كي وين أجد شوكته جد كي وين أجد هاي شوكته ألا عم بقول له أريده أنا عبر هذا الطريق جد كنينا جدبان دنيا جد كنينا جدب أي دنيا علي بقول له موكت علي بقول له مرك أنا عبر بك الطريق أنا جايا كجدبني جدك هات يدك كعنت هذا قريب وكعنت هذا كين وياه إنه عاوية أيو الدنيا معاني الكلمات معاني الكلمات كني وضر كسا معاني الكلمات استيقظ قام من النوم برددي وككعي مبكرا في الساعة الأولى من النهار صباح ساعة أخرى رئيسة معلنت وي لصلاة الفجر صلاة الصباح أعمى الذي لا يرى وكان وحبار كينين الطريق الرئيسي جدك وين مركا إن شاء الله تعالى عشر كان عشر ككوحيه إنه لك كسي وضم دورنا عشان نصحح فيه معاني الكلمات كيسة سيف عن صوت دياريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.